مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من فقه الحياة. يقول الله تعالى في محكم تنزيله: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. لا شك أن الإسلام هو دين التواد والتعاطف والتراحم بين الناس. جعل الإسلام صلة الأرحام من أفضل الوسائل للتقرب لله تعالى. ذكرت صلة الأرحام في كثير من الآيات القرآنية وأيضا الأحاديث النبوية الشريفة. للحديث حول صلة الأرحام تدور حلقة اليوم من فقه الحياة، ويسعدنا أن يكون ضيف هذه الحلقة فضيلة الدكتور أحمد الكلحي من علماء وزارة الأوقاف. برحب بحضرتك فضيلة الدكتور. مرحب، أهلا وسهلا بكم. مشاهدينا متواصلون معكم في هذه الحلقة بعد فاصل قصير. مشاهدينا، لكم التحية من جديد، ولضيفي في هذه الحلقة من فقه الحياة فضيلة الدكتور أحمد الكلحي من علماء وزارة الأوقاف. أجدد لحضرتك التحية يا دكتور. مرحبا، أهلا وسهلا بكم. بداية يا دكتور، ما معنى صلة الرحم وما هو الرحم؟ الحمد لله الذي سما كماله فلا تدركه الأفهام، وعلى جلاله فلا تحيط به الأوهام، وهو الملك القدوس السلام. إلهي بجمال جودك ما حييت توسلي، وبه يفوز إلهي كل مؤملي. من كنت أنت رجاؤه وملازه، فلقد تعلق بالجمال الأكمل. أقمت قلبي في هواكم منزلا، وسوى هواك يحوم حول المنزل. عقد الوداد لغير حبك باطل، فما الحب إلا للحبيب الأول. وأصلي وأسلم على من أمرنا بالصلاة عليه، الذي قال: إن الرحم معلقة بالعرش. نعم يا سيدي يا رسول الله، وكأنني أراك يوم أن جار عليك هؤلاء الأرحام. طردوك من بلادك، آزوك، فعلوا معك أفاعيل من قصدهم، حاصروك سياسيا واقتصاديا، فعلوا معك ما لم يفعل مع واحد من الناس. ومع ذلك عندما عادت إليك الكرة ودخلت إلى البلد الحرام منتصرا وفاتحا، اشرأبت الأعناق، ماذا تصنعون بهؤلاء الناس؟ نعم. الذين هم ينظرون إلى رسول الله نظرة وكأنه يريد لهم العقاب، لأنهم فعلوا معه أفاعيل كما قلنا من الجبال الرواسي لتتحرك من أفعال هؤلاء. ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فاذهبوا فأنتم الطلقاء. أعطاهم العفو الشامل. نعم. لأنهم هم الأرحام، منهم الخالات ومنهم العمات ومنهم ذوي القربى. هكذا نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المولى تبارك وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نقتدي به صلوات ربي وسلامه عليه. عندما كانت هنالك غزوة بدر الكبرى، وقع العباس عم رسول الله في الأسر، والحبيب طوال الليل يغدو ويروح: ما بك يا رسول الله؟ أو ما آن لك أن ترتاح؟ فقال: إن أنين العباس أرق مضجعي. العباس القيود التي في معصميه، وكأن من ربط القيد للعباس شد عليه، وظل العباس يتأوه ويئن، لأن القيد أصبح بالنسبة له وكأنه جارحا. ماذا صنع سيدنا؟ الرحمة المهداة والنعمة المزداة، ظل طوال الليل يستمع لأنين العباس، يستمع لبكاء العباس، علما بأن العباس رضي الله عنه جاء مع القوم الذين أرادوا أن يقاتلوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم، ولكن هو عم النبي صلى الله عليه وسلم،
وكونه يتألم وكونه يبكي وكونه يئن يتأرق مضجع النبي صلى الله عليه وسلم. ما بك يا رسول الله؟ أو ما قالك أن ترتاح؟ هؤلاء الأسرى نراهم فيهم القيود والأغلال، وأنت الموقف بالنسبة لك انتصار ما بعده انتصار، انتصرنا على هؤلاء في بدر ومع ذلك نراك لم ترتاح. لما يا رسول الله؟ لما لم تنام؟ لم لم يقر لك قرار؟ قال كيف أنام والعباس يئن في قيوده؟ قال الرجل ذهبت أرخي القيد للعباس، فلما نام العباس ذهب النبي إلى مخدعه فقال له الحارس الذي هو على الأسرى: أترتاح يا رسول الله؟ قال نعم، لأن العباس أصبح لا أستمع له صوتا، الأنين توقف من العباس فارتاحت نفسي. فقال له: هل صنعت ذلك مع كل الأسرى؟ قال: لا يا رسول الله، صنعته مع عمك العباس. قال: لا، عد إلى الأسرى جميعهم واصنع معهم كما صنعت مع العباس، أن حبيبنا رحمة. نعم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، عرش القيامة أنت تحت لوائه، والحوض أنت حياله السقاء، والرسل دون العرش لم يؤذن لهم، حاشا لغيرك موعد ولقاء. صلة الأرحام التي نراها الآن وكأنها في أدراج الرياح، صلة الأرحام الممزقة التي تشكو إلى ربها القطيعة، من أقرب الناس، من أحب الناس، الجوار، أهل المساكن المتجاورة، أهل الأرحام، الذي ينبغي أن يكون الواحد منهم أداة للنصرة وأداة للعطاء وأداة لجبران الخواطر. تري في زماننا وكأن الشكوى لا توجد إلا مع الأقارب. طب فضيلة الدكتور، يعني حتى يكون الحديث محددا، من الشخص الذي يجب أن أصل؟ هؤلاء الأرحام حددوا بأنهم كل من كان ينحدر من الأب أو من الأم، الخالات، الأخوال، العمات، الأعمام، وكذلك الأولاد، كل من يحرم عليك الزواج منه فهو صلة رحم. نعم. العم، الخال، العمة، الخالة، هؤلاء يجب الصلة لهم، واجبة، شرط وفرض عين أن يوصل هؤلاء. أما الأقارب الذين هم أبعد فأبعد، هذا الصلح معهم جائز والصلة معهم جائزة، أما صلاة الأرحام التي هي تأتي من الأب مباشرة والأم مباشرة، هؤلاء يجب فرض عين عليك أن تصل هؤلاء. نعم. وإن صنعوا معك ما لا يروق لك، وإن فعلوا معك ما لا ترتاحين معه، لأنه ليس الواصل بالمكافئ كما قال رسول الله. نعم. يعني أنا أزورك وأنت تزوريني، هذه ليس صلاة رحم، وإنما صلاة الرحم إذا قطعت الرحم، إن لم تأتيني أنت وأصبحت بيننا عداوة وخلاف وذهبت أستطرق الباب عليك، عند ذلك هذه صلة الرحم. ولذلك يحدثنا التاريخ الإسلامي الصحيح بأن واحد من قرابة رسول الله وهو أبو سفيان بن الحارث، هذا الرجل ناصب حضرة النبي العداء، كان في عداوته يعني خصومة شديدة لدرجة بأنه صنع أشياء مع حضرة النبي وكأنه لم يبقي شيئا من المودة وكأنه لم يبقي شيئا من صلاة الأرحام، فعل مع النبي أفاعيل كلها يعني نكراء. نعم. فلما انتصر النبي ودخل إلى البلد الحرام، ما كان من هذا الرجل إلا أن جمع الأولاد وجمع الزوجة وقال: إنني لابد أن أذهب إلى الصحراء. يلاقيه سيدنا علي: إلى أين يا أبا سفيان؟ وهذا أبو سفيان غير أبو سفيان بن حرب. نعم. هذا أبو سفيان بن الحارث، وهو يعني من أولاد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إنني سأذهب إلى الصحراء، هنالك أموت جوعا وعريا، لأنه لو ظفر بي محمد لقطعني إربا إربا. قال: عد يا أبا سفيان،
أنت لم تعرف من هو رسول الله، اذهب إليه وقل له السلام عليك يا رسول الله، والله إذا وقفت تناديه بالنبوة وتقول له كما قال أخوة يوسف، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ذهب إليه وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا القاسم، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. وبكى الرجل فبكى رسول الله وقال له عد ولا تخف، لا تثريب عليك، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذا هو رسول الله. قاتلوه، آذوه، فعلوا معه أفاعيل وصنائع السوء، حتى بنياته طلقنا لأنه أراد الذي فعل ذلك لكي يكيد لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يكيدوه في بناته، في السيدة زينب والسيدة رقية بنات النبي، كانوا متزوجين من عتبة وعتيبة أولاد أبو جهل، فقالوا محمد دينه قليناه وبناته طلقناها. عند ذلك أرادوا أن يصنعوا مع حضرة النبي حرب نفسية، ولكن السيدة خديجة التي كانت تقول له والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتعين على نوائب الدهر وإنك لتصل الرحم. انظري، أقول لهؤلاء أحبتي، يا من تقاطعون صلة الأرحام، يا من لكم ردح من الزمان لم تصلوا أرحامكم، لا نجاح لكم ولا فلاح لكم ولا استقرار لكم، لأنكم خالفتم منهج حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنكم فعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ نعم نعم، إذا فعلوا هكذا وقطعوا الأرحام، ربنا ماذا يقول لهؤلاء؟ أولئك الذين لعنهم الله، هؤلاء ملعونون، هؤلاء تصيبهم اللعنة. انظري إلى من كانت بينه وبين صلاة الأرحام عداوة، تجدينه لا يوفق أبدا. طب فضيلة الدكتور، قبل أن نتطرق إلى العقوبات التي تنال من يقطع الرحم، أود أن أسأل حضرتك عن من المسؤول عن السؤال. يعني البعض ينتظر من الطرف الآخر هو أن يبادر هو بصلة الرحم، يعني الكبير هو الذي يسأل عن الصغير، أم العكس، فكرة البنت هي اللي تسأل عن الذكر ولا العكس؟ يعني في هذه القضية هل هناك أمور محددة فيها شرعا من المسؤول مسؤول عن صلة الرحم أكثر من من؟ عندما تحدث حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه لم يقل من الذي يبدأ، قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. خيرهما، أفضل الأطراف، أعقل الأطراف، ده في الخصومة فضيلة الدكتور. ما هذه خصومة؟ أليست خصومة أن تقطع الرحم؟ الرحم التي اشتق لها المولى اسم من أسمائه، وعندما خلقت الرحم وقفت بين يديه، إلهي وسيدي هذا مقام العائز بك، أنا أعوذ بوجهك الكريم وألوذ بسلطانك القديم، إلهي احفظني من هؤلاء الذين يعتدون علي. فقال لها أو ما يرضيك بأنني أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ إذن هذه خصومة ما بعدها خصومة. ولذلك المولى تبارك وتعالى يقول أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أبصارهم عمياء، قلوبهم عمياء، عقولهم عشفاء، لو كانوا يعقلون، لو كانوا يفقهون لفعلوا كما فعل رسول الله. كلنا يتمنى وصلا بحضرة النبي، وكلنا يدعي حبا لرسول الله، ولكن متى يكون الحب صادق؟ عندما تقتدي برسول الله. القائل فمن رغب عن سنتي فليس مني. سنة حضرة النبي عندما انتصر وعندما كانت له الكلمة العليا على القوم، وجاء القوم يشربون بأعناقهم ماذا يصنع بنا محمد، ونحن الذين قد فعلنا معه كذا وصنعنا معه الأفاعيل، ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال فاذهبوا فأنتم الطلقاء. ولكن في زماننا يقول كيف أتصالح معه وقد صنع معي كذا؟ لله رب العالمين، كيف أصنع معه كذا؟ لسنة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. إن كنت من أحباب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يهون عليك كل ما يقوله الناس، يقولون بأنك ذهبت إلى أخيك هذا الذي كان على علاقة
منقاطعة معك، هذا الذي صنع معك كذا وكذا وكذا، أتذهبين إليه؟ أين الكرامة؟ لا كرامة في صلة الرحم، لأنها تؤدي قطيعتها إلى النار والعياذ بالله. طب فضيلة الدكتور، أحيانا ما يكون الشخص الأخ مثلا أو القريب ربما يكون لصا أو يكون منحرفا بشكل أو آخر، في هذه الحالة هل أقطع أم أصل؟ حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الرجل وبال في المسجد وتزاحم عليه الناس، وكأنهم بتزاحمهم عليه أرادوا أن يوجعوه ضربا وركلا، قال: هل علمتموه إذا كان جاهلا؟ هل أفهمتموه إذا كان ناسيا؟ هل هذا اللص أنا قلت له اتق الله في نفسك، هل ذهبت أنا مثلا أقول له لا تصنع هذا، ولكن لمجرد أن أسمع؟ وما آفة الأخبار إلا رواتها. في زماننا هذا تجدين الكلام يؤخذ على مأخذ الجد لمجرد أن تسمعين بأن فلان قال على فلان كذا، أو فلانة قولت على فلان بكذا، ونتناسى قول العلي الأعلى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. من هو الذي يتثبت؟ من هو الذي يتبين؟ من هو الذي ينتظر؟ سرعان ما أن تجد الناس وكأنهم يتصيدون الأخطاء، وكأنهم يريدون أن يتلمسوا هل هذا الكلام حدث أم لا. ولكن حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه يقول: لا تحدثوني عن أصحابي، أتمنى أن ألاقيهم وأنا سليم الصدر. في زماننا هذا الواجب أن نعتزل فعلا الإنسان الذي هو أصبح علامة الإفساد في الأرض. هذا للتقويم، أنا أعتزله حتى يرتدع، حتى يقال بأنه لما لم تصل هذا، يقولون بأنه قاطعني، يقولون لماذا قاطعك وأنت صنعت كذا وكذا مع فلان وفلان وفلان وفلان. إنه أراد أن يقومك بهذا الاعتزال. وفي الناس أبدال وفي الترك راحة، وفي القلب سر للحبيب وإن جفا. سيدنا الإمام الشافعي يعلمنا أن نعتزل هذا للتقويم، ولكن إذا حانت الفرصة لأن يعود مرحبا وأهلا وسهلا، كما قال رسول الله: لا تثريب عليكم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. إذن الواجب علينا أن نتعلم بأن هذا الأمر خطير جدا. ولذلك إذا نظرنا إلى هؤلاء الذين قد نجحوا والذين أصبحت لهم في الدولة مكانة عالية، إعلامي بأنهم كانوا على درجة من صلاة الأرحام، دعوة الأم التي وصلت به إلى هذه المنزلة، دعوة الوالد التي أوصلته إلى هذا المكان، دعوة صلاة الأرحام هي التي أصبحت بالنسبة له وكأنها يعني حياط أو سياج منيع من كل ضربات الأعداء. لأن هؤلاء عندما يصلهم وعندما يغض الطرف عنهم وعندما يحلم عليهم وعندما يمدهم بكل ما يحتاجون، أكيد يرفعون أكف الضراعة إلى من قال: ادعوني أستجب لكم. وإذا نظرت إلى إنسان غير موفق تجدين بأن هنالك دعوة أصابته، إما أن تكون من الأم، وإما أن تكون من الوالد، وإما أن تكون من الإخوة، وإما أن تكون من الأخوات، وإما أن تكون من صلاة الأرحام. وكثيرا ما رأينا بأن بعض الناس وإن كانت لهم أخطاء وإن كانت لهم نقائص، ولكن يكملها ويعدلها ويزينها، هذا الأمر ألا هو صلة الرحم. طب فضيلة الدكتور، يعني في بعض الأحيان يكون الإساءة أكبر من أن تغتفر، يعني أكل الحقوق مثلا. نعم. يعني أحيانا ما نجد بين الأخ والأخت خصومة بسبب أكل الميراث مثلا، في هذه الحالة هل الأخت مطلوب منها أن تود هذا الأخ الذي أكل حقها، أم أن في هذه الحالة قطيعة الرحم تعتبر على سبيل التأديب له؟ هذا الأمر واضح بين، وفي زماننا هذا نرى وكأن أكل الميراث أصبح وكأنه شيء عادي. أنا أضرب مثل، يعني مجرد مثل، وتلك حدود الله. فعندما تعداها أي متعدي فليعلم بأنه أصبح في منزلة الذين يعلون حربا على الله. لو كان يعلم بأن القرآن فعلا نزل من السماء لكي يكون دستورا في الأرض،
وهذه الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو اعتدى على حدود الله واعتدى على حقوق الآخرين، يعلم بأنه أصبح والعياذ بالله لا يدخل الجنة ولا يشم لها رائحة، لأنه أنكر معلوم من الدين بالضرورة. وتحضرني الواقعة في صعيد بلادنا الطيب، أحد الناس أكل الميراث من أخيه، نعم، وآتى بعقود مزورة مزيفة وبشهود زور، وظل يأخذ أحكام حتى وصل إلى الأمر بأنه استحوذ على كل الميراث. الرجل ظل يبكي وأصبح طريح الفراش، قال لأولاده: إنني سأموت، أولادي أوصيكم لا تصنعوا مع عمكم أي قطيعة لصلاة الأرحام. ولكن ماذا نصنع أبتاه؟ قال: سأملي عليكم رسالة، وإذا أنا مت وقضيت نحبي إلى الله خذوا هذه الرسالة واذهبوا إلى عمكم على شريطة أن بعد أن يصلى عليه صلاة الجنازة والناس يذهبون إلى المقبرة من طريق كذا، لا عودوا من هذا الطريق إلى بيت عمكم، لأنه مقاطعني وأنا أعلم بأنه لم يأتي للصلاة عليه. اذهبوا إليه واجعلوا نعشي بين يديكم والناس ينظرون إليه. فعندما وصلوا إلى بيت العم نادى عليه ابن المتوفى: عماه، هذا أبتي قد مات، ولكن أرسل لك هذه الرسالة، اقرأ هذه الرسالة. فلما قرأها على عجل، لأن الأمر فيه استغراب، أول نعم. ميت يرسل رسالة، الرسالة ترسل من الأحياء. ولكن الرجل عندما علم بأن سكرات الموت قد اقتربت أملى على أولاده: أخي يا ابن أبي أكلت حقي، واعلم بأنني أنا ذاهب إلى ربي وسألاقيه وسيحكم بيني وبينك، والله لأنتظرك هنالك، وإن كنت تستطيع ألا تأتي فافعل، ولكن إذا علمت بأنك ستأتي اعلم بأن حقي بين يدي الله تبارك وتعالى، وسأقول: إلهي اقتص لي من أخي الذي ظلمني وجعلني منكسر الفؤاد أمام زوجتي وأولادي. فلما قرأ الرسالة قال: انتظروا. ثم دخل إلى البيت والناس يكبرون: الله أكبر الله أكبر. قال: يا أولادي أنا قد أخطأت، إنني سأذهب إلى أبيكم كما قال، وأخشى أن يلاقيني بجوار الملك ويكون خصمي الرحمن تبارك وتعالى. هذه العقود أمزقها أمام بصيرة كل من حضر، وأشهد الله بأنني متنازل عن حقي في الميراث لأولاد أخي، والله لا أترك هذا المكان حتى ترضوا عني. أخذ العم يحتضنونه، ولكن المفاجأة سقط ميتا ودفن مع أخيه في نفس هذا القبر وفي نفس هذه الساعة، وكانت آية من آيات الله تبارك وتعالى. سبحان الله. لأنه وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلمة. هو قد مات وأنت ستموت، ولكن وعند المولى تجتمع الخطوب، وعند المولى تجتمع القضايا، وعند المولى سبحانه وتعالى هو الذي يعطي الحق للمظلوم ويقول تقدم، ويعطي الحق من الظالم ويقول لا تتكلم لا تتكلم، لأنه تبارك وتعالى قيل كما جاء عن رسول الله: يضرب بين الجنة والنار حجابا وحاجزا، ويقول تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي وارتفاعي على خلقي لا يجاوز هذا الجسر ظالم. بما تنفعك العمارات، بما تنفعك السيارات، بما تنفعك المصانع، بما تنفعك وأصبحت بين يدي الملك، وأصبحت رهينا في قبرك، وأصبحت مردعا للدود، وأصبحت حبيس التراب وحبيس الهوام، وأصبحت وكأنك مسكين تنادي: يا أهلي يا عشيرتي، جمعت لكم المال من حله ومن حرامه، المال لكم والحساب علينا. نعم. طب فضيلة الدكتور، كيف تكون صلة الرحم؟ صلة الرحم بالمودة، بالكلمة الطيبة، بصلاة الأرحام تصلين إلى رضوان المولى الكريم المنان. فعندما تأتي إليهم وتجبرين خواطرهم وتأكلين معهم وتسايرينهم وتجالسينهم وتمسحين الأسى عن قلوبهم وتجلسين معهم وكأنك واحد من هؤلاء، إنما بعضنا إذا وصل إلى منصبا أو إلى درجة علمية سرعان ما أن يظن بأنه
هو الذي خلق من طين غير طينة هؤلاء. وعندما يسأل أليس هؤلاء هم أقرباؤك؟ نعم. أليس هؤلاء هم الذين يعتبرون من صلاة الأرحام؟ يتعلل بأنهم لا يفهمون، لا يقدرون، هؤلاء مستواهم كذا وكذا. أقول له بأنك أصبحت قاطعا للرحم. الرحم لا توصل بالمال فقط، بالكلمة الطيبة. يقال في بلادنا جبران خواطر على الله. نعم. لمجرد أن تأتي إلي وأنا الفقير وأنا أخوك وتجلسين معي يوما كاملا وتأكلين معي على كما يقال على الطبلية البسيطة، وتشربين من الإناء الذي أشرب منه، وتأكلين من الطعام الذي أكل منه. هذا هو التواضع. وإنما إذا كانت لك عادات تختلف عن عاداتي، ولك طقوس تختلف عن أفعال هؤلاء، هذا يعتبر من قطيع صلاة الأرحام. حتى وصل الأمر ببعض الجهلاء يسأل عن أبيه من هذا، يقال بأنه قال هذا عامل في بيتنا. سبحان الله، لأن الرجل كان بسيطا فقيرا. قال يا ولدي لك الحق فعلا أن تقول بأنني أنا العامل. أليس هذا العامل هو الذي ظل طوال العمر ينفق عليك؟ نعم. طب فضيلة الدكتور، يعني تحدثت حضرتك في معرض كلامك عن فضل صلة الرحم، أود من حضرتك الحديث عن فضل صلة الرحم، وماذا يحقق الإنسان بصلته للأرحام، وماذا يحدث له إذا ما قطع الرحم، أو العقوبة التي ينالها في الدنيا إذا ما قطع الرحم. العقوبة التي ينالها في الدنيا بأنه ممقوتا، مطرود من المجتمع، لأنني إذا بترت رحمي فأنا المجتمع يبترني، وإذا قطعت رحمي فالمجتمع يقطعني، لأنه يقولون لو كان فيه خير لكان له خير في أهله. وإنما عندما قطع الرحم من هؤلاء وقطع الرجاء منه، الناس لا يثقون فيه ولا يأبؤون به ولا يحبونه ولا يقدرونه، وإذا قدروه فإنما هذه مجاملات، وإن في الحقيقة لا يرتضونه، لأنه يقولون لو كان فعلا لبدأ بنفسه. نعم. لو كان صادقا لتعامل مع أهله كما يتعامل معنا بالكلمة. الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة برهان، ومتى تكون؟ إذا ما تعامل معها بصدق وبموضوعية. كيف يتعامل مع أهله بمنطق التعالي والغطرسة والكبرياء، ويقول أنا سأكون خادما لكم، وأنا سأكون نائبا عنكم، وأنا سأكون كذا وكذا. فإذا ما تعالى على أهله سرعان ما أن يمقته القريب والبعيد. ولكن من فضل صلاة الأرحام بأنه أولا يرضى عنه المولى تبارك وتعالى، ويرضى عنه رسول الله، ويوضع له القبول في الأرض، لأنه تبارك وتعالى عندما يحب فلان ينادي منادي من قبل الله يا أهل السماء إن الله قد أحب فلان فأحبوه. فينادي سيدنا جبريل في السماء يا أهل السماء إن الله قد أحب فلان فأحبوه، وينادي منادي من قبل سيدنا جبريل في الأرض إن الله قد أحب فلان فيوضع له القبول في الأرض. إذا تحدث يسمع له، وإذا تكلم الناس ينتبهون إليه. ولكن تنهى عن خلق وتأتي بمثله، عار عليك إذا فعلت عظيمه. إذا تحدثت أنا عن صلاة الأرحام في هذا الاستوديو واستمع إلي أهلي هنالك وقالوا إنه قاطع للرحم، سرعان ما أن يحول عن القناة. فأول ما تصاب به القناة بأنها استقدمت رجل لا يأتي بالحقيقة، وإنما إذا كان صادقا يبقى أداة لنجاح القناة، وأداة لنجاح نفسه مع نفسه أمام المولى تبارك وتعالى. نعم. طب فضيلة الدكتور، الحديث عن صلة الرحم يأخذنا إلى دورية التواصل مع الأقارب. يعني البعض يتحدث عن صلة الأرحام عن طريق الإنترنت، وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تصل الناس. هل هذا يعتبر من قبيل صلة الأرحام؟ وهل المفترض في صلة الرحم هي مجرد التواصل الشكلي، أم أنها تكون بروح؟ يعني البعض يتواصل في الأعياد وفي المناسبات بمكالمة تليفونية عابرة وينتهي الأمر على ذلك. إذا كانت المكالمة يعني لضرورة، كان في سفر في بعيد عن البلاد بعيد عن الوطن واتصل، هذا خير. ولكن إذا كان يوجد في نفس المساحة التي هو فيها صلة الأرحام، الأولى
يأخذ السيارة إذا كان معه سيارة، أو يمشي على قدميه ويشكر المولى بأن قدميه سليمتين. وذهب إليهما، استطرق عليهم الباب وفتحوا، وجدوا هذا الرجل سرعان ما أن تجدي فرحا بأنه دخل عليهم. ولكن الاتصال لا يكفي، لا يكفي إلا للضرورة، ولا بأس أن يتصل، ولا بأس أن يتواصل بتواصل التواصل الاجتماعي. ولكن أولى والأفضل والأعلى والأكمل والأجمل أن تأتي بنفسك إلى أختك وإلى أخيك وإلى هؤلاء صلة الأرحام، لأن الملائكة تفرح بك. المولى تبارك وتعالى عندما يقول في حديث القدسي: عبدي مرضت ولم تزورني، كيف أزورك وأنت رب العالمين؟ أو ما علمت بأن عبدي فلانا كان مريضا ولو زرته لوجدتني عنده؟ يبقى ربنا موجود عند المريض. نعم. كذلك صلاة الأرحام، إذا ما وصل الواحد منا إلى رحمه المولى يفرح به، وحضرة النبي تنقل إليه هذه الرسالة صلى الله عليه وسلم بأن فلان قد أحبك يا رسول الله وصنع كما صنعت أنت. انظر إلى الشيماء أخت حضرة النبي، عندما أصبحت شيبة وتقدم بها العمر، ثم جاءت بعد غزوة حنين، لأنه وقع في الأسر كثير من ثقيف وهزيل، وكانت قبيلة بني بكر اللي منها السيدة حليمة السعدية، وقعوا في الأسر أيضا، فجاءوا الناس يقولون: يا رسول الله، إن في الأسر خالاتك وعماتك، حاضناتك يا رسول الله، أختك الشيماء، أختك جاءت يا رسول الله تقرئك السلام. قال: أفسح لها الطريق، هذه أختي. ثم قال لها قائل: من أنت؟ قالت: أنا الشيماء، أنا أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا التي أرضعتني حليمة السعدية مع أخي محمد، جئت إليه، أصابتني فاقة يا رسول الله. قال لها: مرحبا، أهلا وسهلا على الرحم والسعة. وقام رسول الله يترك كل الناس، ذهب إلى الشيماء وظل يظلل لها كأنه يصنع معها مظلة من الشمس: أخية يا مرحبا، بين الجفون وفوق المقل، إذا أردت أن تقيمين معي على الرحب والسعة، وإذا أردت أن تعود إلى أهلك سأجهزك بما تحتاجين. قالت: لا أعود إلى أهلي. أعطاها ماء من النوق رسول الله، ويقول لها: يا أخية، هذا يوم فرح الشيماء في دورنا وفي بلادنا وفي بيتنا، أخت الشيماء. قالت: أنا أخت رسول الله. ثم ذهبت تحمل بين يديها خير الدنيا والآخرة، هدايا من رسول الله، ماء من النوق يعطيه لأختي الشيماء من الرضاعة. فما بالك بمن يقطع أخته. الأخت الآن تشكو إلى ربها لأن أخوها أكل حقها من الميراث، ومنعها أن تزور مكان الأسرة لأنه احتل أماكن الأسرة بتزوير العقود أو بكذا أو بكذا أو بكذا. ومع ذلك يقال إحدى النساء أصبحت بينه وبين أخيها انقطاع من العمر 27 عاما، 27 سنة. زوجها قال: لئن تحدثت مع فلان فأنت طالق. ولكن دخل أهل الخير وتوافقوا بعد 27 سنة. فلما جاءت الناس ودعيت الأقارب والأباعد: إن فلان ابن فلان يتصالح مع أخته، أصبحوا الآن شيء يعني في عمر المشيب، هي يعمر بها العمر أكثر من 70 سنة وهو 65. ولما جاء القوم وكان مكان للنساء ومكان للرجال، لم تنظر إلى الرجال ولم تنظر إلى النساء الذين جاءوا يهنئون ويباركون هذا اللقاء. 27 سنة لم ترتقي مع أخيها، 27 سنة لم تكتحل عيناها بنظرة من أخيها. فلما وكأنها الناس يقولون: مبروك الصلح، مبارك عليكم الصلح، هي لم تعبأ ولم تسمع، ولكن عيناها متعلقة بأول الطريق وكأنها تنظر. ولمجرد أن جاء أخوها انطلقت كالسهم والتقت بأخيها أحضان دافئة ودموع متفجرة: أخي جئت إلي، الحمد لله الذي جمعني ربي بك قبل أن أموت. هكذا تكون الأخوة، صلاة الأرحام. المولى تبارك وتعالى قال للرحم: يا من تقطعون الأرحام، يا من تعطلون هذه الصلة، اعلموا بأنكم أصبحتم على درجة من النفاق، أصبحتم على درجة من الكبائر، أصبحتم على درجة من البعد عن منهج حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه يقول تبارك وتعالى: أصل من وصلك وأقطع من قطعك. لم تجد عبادة من العبادات يقطع صاحبها إذا تركها، لم تجد إلا صلة الأرحام. المولى يقطع من تركها. الصلاة بعد أن تعودي
المولى يتسامح معك، الحج العمرة كذا كذا كذا، ولكن هذه العبادة من قطعها قطعته، ومن وصلها وصلته. فعلينا أن نعلم بأنه أكبر الظلم أن تقطعين صلة الأرحام دون أن تتعللي إنهم أخطأوا، إنهم فعلوا، إنهم صنعوا، إنهم أزوني، إنهم كادوني. نعم، ولكن القرآن يأتي من فوق سبع سماوات: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. من طلقت بناته يعلم بأن رسول الله طلقت بناته. من أوزي يعلم بأن رسول الله قد أوزي. من ظلم يعلم بأن رسول الله قد ظلم. من ضرب يعلم بأن رسول الله قد ضرب. ومع ذلك يقول اذهبوا فأنتم الطلقاء. طب فضيلة الدكتور، سألت حضرتك عن دورية التواصل مع الأهل والأقارب، يعني البعض يحصر الأمر في مناسبات في العيدين فقط أو في شهر رمضان، هي الوقت الذي يتواصل فيه مع أهله بالمكالمة التليفونية السنوية مثلا. نعم. هل في هذه الحالة بيعتبر غير قطع للرحم، هو غير متابع لأخبار الأقارب؟ هو حقيقة الأمور ترجع إلى العامل النفسي. إذا كانت أختي تعلم ظروفي وتعلم بأنني فعلا غصبا عني أنا مشغول، ولكن إذا رضيت النفس واستقر الفؤاد بأن أخي معذور، خلاص أصبحت الأمور بردا وسلامة. ولكن إذا كانت تظن بأنني قد تناسيت الأخوة، وأنني قد تجاهلت الحقوق، وبأنني قد تعديت الحدود، أجلس في بيتي ولم أزور أختي، هذه القطيعة. ولكن اعلمي بأنه المولى تبارك وتعالى جعل القلوب بين أصبعين من أصابعه. الكذاب والنمام والذي يحرش بين الناس يقول ويصنع كذا وكذا وكذا بين الأخوة، ولمجرد أن يأتي الأخ لأخته تتبدد هذه الغيوم وتزيد اللقاءات هذه السلوج، لأنه أصبح هناك رضا. من الذي أوجد الرضا؟ الله. من الذي ألف بين قلوب؟ الله. ولو أنفقت ما في الأرض ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف. فلمجرد أن يصل الواحد إلى أخته أو إلى أمه أو إلى أخيه أو إلى عمه أو إلى عمته، سرعان ما أن تجد المولى ينزل السكينة وتحول القطيعة إلى صلة، ويتحول الشقاء إلى نعيم بإذن الله. بإذن الله. أنا بشكر حضرتك في نهاية هذا اللقاء فضيلة الدكتور أحمد الكلحي من علماء وزارة الأوقاف، شكرا جزيلا لحضرتك. أنا أشكركم، أدعو الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر لنا حكومة وشعبا، وأن يديم علينا نعم صلاة الأرحام. آمين. ويجعلنا متحابين فيه بجلاله وبكماله حتى نلقاه وهو راض عنا بإذن الله. بإذن الله. بشكر حضرتك فضيلة الدكتور، وأشكركم أيضا مشاهدين على حسن المتابعة، وحتى حلقة قادمة بإذن الله من فقه الحياة. إلى اللقاء.